التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا والتحديات لا زالت مستمرة على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات ضمن مهرجان ولي عهد دبي. أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة شوط من أشواط الخير والبركة الذي خصص للإبكار، ويعتبر من ضمن الأشواط المفتوحة شوطنا السابع عشر. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والمندفعة وتقدم مع المركز الأول. أتابع الصدارة، أتابع المقدمة، مقدمة الأسماء في هذه اللحظات، من تتقدم صدارة هذه الأسماء. صرخة على المركز الأول، أحمد بن هاشل بن عبد الله بن خاطر الشامسي من يقدم صرخة على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني، أتابع لواء القادمة لعلي بن عبيد بن مطر المزروعي. والمركز الثالث، المركز الثالث هنا شعار سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري القادم على ثالث المراكز. والمركز الرابع شعار الخطير القادم مع الفاتن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الخامس، ما شاء الله، شوف التدخل في هذه اللحظات من الأسماء القادمة، هذه روز محمد بن مبارك بن عثعيث العامري. والمركز المركز السابع، وصلتنا على المركز السابع وتقدمت في هذه اللحظات المسك لأحمد بن سهيل بن مبارك بن دحروي العامري. والمركز الثامن، تصلنا في هذه اللحظات عرين القادمة لحمد بن مسلم بن طرشوم العامري مقدما عريم. والمركز التاسع، المركز التاسع لغزي السعيد بن حمد بن محمد بن يروان النيادي القادم على التاسع المراكز. والمركز العاشر، اختم النداء هنا مع انطلاقة انذار سعيد بن معيوب سالم الدرعي قادم مع مديار على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة، وأتابع الأسماء والشعارات القادمة. ولنا عودة مع البداية، لنا عودة عند المقدمة، مقدمة الأسماء وصدارة الأسماء عرين عرين عرين، غيرت واحتلت المركز الأول عرين. وحمد بن مسلم بن طرشوم العامري يتقدم ويقدم بن طرشوم عرين على الصدارة. بن معيوف القادم مع انذار سعيد بن معيوف بن سالم الدرعي. المركز الثالث، سلطة القادمة لأحمد بن سعيد بن غانم بن يريم والمنصوري قادم بن يريو مقدما انطلاقات وتحديات. السلطة على المركز الثالث. والمركز الرابع روز لمحمد بن مبارك بن عثعيث العامري. والمركز الخامس، أتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. أول الواصلات الغدي لسعيد بن حمد بن يروان النيادي القادم على خامس المراكز. ما شاء الله تبارك الله. وتابع المسك لأحمد بن سهيل بن مبارك بن دحروي العامري. وجمر القادمة، أول نداء لجمر العيلان بن سعيد بن عيلان المهني وقمرية. يا سلام، محمد بن العب الشرقي الحرسوسي، ما شاء الله. الكيلومتر الأخير، عودة إلى عرين 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 على المركز الأول. حمد بن مسلم بن طرشوم العامري يقدم عرين على الصدارة. بن معيوف القادم مع انذار على ثاني المراكز. سعيد بن معيوف الدرعي. والمركز الثالث، شوف الأسماء القادمة في هذه اللحظات
على ثالث المراكز اول اول وصول لوتره سالم بن مبارك بالنصيب يبغي نصيبه بالنصيب الاحفاري ما شاء الله وصلتنا في هذه اللحظات اسرار لسعيد بن عبد الله بن حمود العويسي ولكن ما شاء الله بالنصيب بالنصيب وتر 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 ترقص على الصدارة ما شاء الله وعلى الهواي بدل المباشر هنا مع بالنصيب بالنصيب وتر سالم بن مبارك بالنصيب العفاري العفاري روح العفاري هنا مع انطلاقات وتحديات وتر ما شاء الله تبارك الله لحظات الأخيرة أسرار العويسي قادمة وتر بالنصيب لحظات الأخيرة وتر أسرار أسرار الأنكار الأخيرة وتر وتر تهانينا والناموس لمالك وتر سالم بن مبارك بالنصيب العفاري المركز الثاني وصلت أسرار على ثاني المراكز والمركز لسعيد بن عبد الله بن حمود العويسي المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث وصل التثبيت لعبد الله بن مطهر بن حازم الكتبي والمركز الرابع المركز الرابع الكايدة لسلطان بن علي بن رشيد الكتبي والمركز الخامس المركز الخامس كان الدخول جماعي عودة مع التوقيت الزمني 5:55 وتسع اجزاء من الثانية مشكور يا بن نصيب من قدم وتر سالم بن مبارك بن نصيب العفاري المركز الثاني وصلت اسرار العويسي توقيتها الزمني 5:56 بالوفاء والتمام تهانينا وناموس لسعيد بن عبد الله بن حمود العويسي والمركز الثالث والمركز الثالث وصلتنا وتوقيتها الزمني تثبيت 5:57 ثلاث اجزاء من الثانيه تهانينا وناموس لعبد الله بن مطر بن حازم الكتبي تهانينا وناموس لجميع الفائزين.